pensée du jour est très large. Le fait que nous sommes ici aujourd'hui montre que la Tunisie souhaite qu'un dialogue public sur ces questions ait lieu. Ce dialogue aura besoin de vos contributions. Vous aurez l'occasion de les apporter ici pendant la conférence ou plus tard par écrit sur le site web. Préparez-vous à cette conférence par notre partenaire, le Labo démocratique. On vous donnera la référence du site durant la conférence, je pense, à l'issue de ces discussions. Je suis convaincu que si la Tunisie s'intéresse de plus près à cette question et décide d'aller de l'avant et d'adopter des solutions qui entraîneront également peut-être la mobilisation de ressources, je suis convaincu que la Tunisie pourra compter sur l'appui de ses partenaires sur son chemin de transition et des réformes. Ce soutien est important et nécessaire. Il aidera la Tunisie à se redéfinir en tant qu'État démocratique et lui permettra de reprendre un rôle phare dans la bonne gouvernance dans la région. Pour conclure, je voudrais exprimer ma reconnaissance à notre partenaire, le Labo démocratique, pour son initiative. Mes remerciements vont également aux États membres du DICAF, 160 aujourd'hui, mais notamment à ceux États qui soutiennent les activités du centre tunisien. Et là, j'aimerais plus particulièrement remercier le gouvernement suisse pour le soutien financier qui a rendu possible l'organisation de cette conférence. Dans ce contexte, permettez-moi aussi de saluer la présence de M. l'ambassadeur de Suisse en Tunisie, l'ambassadeur Pierre Comberno, soyez le bienvenu, et également les autres ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques. Nous espérons pouvoir avancer ensemble en appuyant la Tunisie sur son chemin de réforme. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, deux journées riches en débats et je me réjouis d'être à l'écoute des idées qui rassemblent les Tunisiens et qui font de la Tunisie le pays préféré de tous les Tunisiens. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. فنعت الكلمة لسيتاي بلكوف وزير المينيستر دو ليديكاسيون حضرة سيدة السادة حضرة الضيوف نحب نلاحظ أن الكلمة هذه ما كانتش مبرمجة مش موجودة في البرنامج اقتراح عليها الآن وربما لأن وزير الداخلية المكلف بالإصلاح ما كانش من الحضور اليوم وسياحة الغد إذا لأعتبر أني سأقولها بصفتي وزير تربية في حكومة انتقالية. لكن عندما عرضت علي الجمعية المشاركة فيها قبلت بدون تردد ولكن بصفتي رئيس شرفي للمعهد العربي لحقوق الإنسان لا بصفتي وزير في حكومة انتقالية. لأني أعتبر أن هذا الموضوع علاقته المباشرة هي مع حقوق الإنسان ومع الحريات. الموضوع موضوع يتنزل في صلب الحرية العامة وحقوق الفرد حقوق المواطن وحقوق الإنسان بصفة عامة وهذا علاش فرضت هذه الصفة في المشاركة لأن الموضوع موضوع الأرشيف موضوع بصفة عامة موضوع معقد متشعب وعنده كثير من الجوانب والأبعاد فهو متصل بالذاكرة الذاكرة الفردية والذاكرة الجمعية ولهذا عنده علاقة بهذا الموضوع بمسألة حفظ الذاكرة ولا هي مسألة ما هيش كل البلدان أو الدول أو الشعوب تتعامل معها بنفس الطريقة نظام ديكتاتوري مثلا لا يتعامل مع الأرشيف كما يتعامل معها نظام ديمقراطي لا في المادة المحتفظ بها ولا في طريقة استعمالها يوجد اختلاف كبير الموضوع بالطبع لا يتعلق بالأرشيف بصفة عامة وبعلاقتها بالذاكرة ويتعلق بجانب محدد معين من الأرشيف وهو أرشيف البوليس السياسي وهو أخطر أنواع الأرشيف
البقية بقية أنواع من الأرشيف هي خاصة الأرشيف الإداري، ولكن أيضا يوجد الأرشيف الإعلامي. ولو أردنا ربما في ندوات أخرى يمكن لأهل الإعلام أنهم يعملوا ندوة على الأرشيف الإعلامي ويبين قديش إحنا متخلفين فيه في تونس. في كذلك فيما يتعلق بالأرشيف الإداري عنا جوانب عادية وعنا جوانب متخلفة. اكتشفت من هذا في ممارستي لبعض المسؤوليات، مش هذا مجال ذكر الآن. أما فيما يتعلق بأرشيف البوليس السياسي فخطورته تكمن في أولا أنه تحيط به ضبابية كثيفة سرية كبرى مطلقة، ثم انعكاسه على مصير أحيان الأفراد كبير جدا. البعض يطلع في بعض الأحيان على ذلك عندما يصبح عرضة لنتائجه، والبعض قد يموت وهو لا يعلم ماذا خبئ له لأنه لم تسنح الصدفة لكي يستعمل هذا الأرشيف، ولكنه يبقى مخزون. وتتمثل خطورته في أنه بعد قرن أو بعد قرنين وقتها تفتح الأرشيف يجد الباحث والمؤرخ أشياء تتعلق بأشخاص معروفين أو غير معروفين، أحيانا تكون كاذبة تماما ملفقة. وتجربتي الشخصية كشفت لي ذلك، أي وسأذكر ذلك فيما بعد ليس الآن، ما هو صحيح وما هو مختلط اختلاق تام. إذن خطورتها في أنها تحتفظ بأشياء للتاريخ قد يكون فيها الصحيح وقد يكون فيها الغلط، وفي كثير من الأحيان الغلط هو ليس لفائدة شخص بل ضد شخص. إذن هذه في هذا تكمن الخطورة، ولهذا القضية قضية جوهرية في حاجة للطرح في حاجة للمعالجة. ومثل هذه الندوة ما كان يمكن أن تكون قبل الثورة، هذا بديل. اليوم هذا ممكن، وربما لو أنها نظمت قبل أشهر لكان في الإمكان للحكومة الانتقالية أن تأخذ فيها قرارات. لكن أعتقد أن وزارة الداخلية في الجانب الإصلاحي فيها الآن يمكن أن تستفيد كثيرا من هذه الندوة، من مقترحاتها، من توصياتها ومن نتائجها، خصوصا وأن ندوة تقوم على مقارنة بين تجارب مختلفة عرفتها بلدان أخرى سابقا لنا. وأنا في دعوة رسمية منذ أشهر في ألمانيا كان لي حديث مع مسؤولين سامين في ألمانيا حول هذا الموضوع قبل توحيد ألمانيا وبعد توحيد ألمانيا، وتبين كم إن القضية معقدة جدا جدا إلى أقصى الحدود وتتجاوز كل التصورات. ولا أستبعد أن تكون قضيتنا أيضا تتجاوز بعض التصورات، كما تجاوزت التصورات مظاهر الفساد التي وجدتها في نظام الفاسد. وبعد أن وقع تغيير هذا النظام بثورة كشفت كثيرا من المسؤول أرشيف البوليس السياسي الذي يجب أن يعالج بحكمة وأن يعالج بطريقة قانونية وبطريقة شفافة، وأن يعالج بما فيه حفظ مصالح المواطنين. هذا أعتقد هو إطار باختصار ننزل فيه مثل هذه الندوة، وأشكر جميع الذين شاركوا في تنظيمها في التفكير فيها وفي دعمها، ومن نحن في بداية هذا العمل. شكرا. مانيش نطول عليكم ياسر خاطر الوقت بدا يجري. نحب نقول لي الدوكيومنتير اللي باش تفرجوا فيه هو دوكيومنتير تيمونياج شهادات، باش يورينا شنو هو البوليس، كيفاش البوليس السياسي تعاش الناس اللي معناتها عاشوه. الندوة نتاعنا باش معناتها فيها نهارين، غدوة باش نتقابلوا في المشتل، فما فطور في المشتل، وسي لازهر العكرمي فانتيرفونيغ غدوة في الندوة،
واحنا فرحانين برشا اللي سمعنا اللي باش يعمل اقتراحات على حكايه ارشيف بوليس السياسي، وهذا فرحنا برشا على خاطر نسميه ونجحنا في المشروع هذا اللي عملناه. دونك نخليكم تتفرجوا في الفيلم. سيكاناليست كلينيسيان سي طيب بكوش، سي طيب بكوش معروف توا تشوفوه في التلفزيون في وزير التربيه، لكن سي طيب بكوش احنا نعرفوه كمناضل لحقوق الانسان، وقعد سنوات رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان واللي هو الرئيس الشرفي الان بتاعه. My name is Dai Kaufmann. I represent the Federal Commissioner for the State Security Service of former East Germany, which is one of the largest archives of former secret police in Eastern Europe, and in this case specifically in East Germany. My name is Vicky Wizzaro, and I am the representative of the Council for the Study of the Securitate Archives in Romania, which is the third archive in Eastern Europe produced by a political police. Merci. Si vous permettez, je vais lancer le débat par un petit mot qui parle de la transition démocratique et les archives de la police politique. Donc la transition démocratique ne peut se faire, à mon avis, sans la culture du droit à la différence, dans l'exercice des droits des citoyens, aussi bien dans ses dimensions de liberté privée et publique. Ainsi, l'on veut à parler du droit à la différence